مستشفى القاهرة الفاطمية واحدة من المستشفيات المتخصصة التابعة لوزارة الصحة التي تقوم بإجراء التدخلات الجراحية الدقيقة وفقا لمبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار، ومنها حالة أحمد عبد الستار التي كانت تعاني من فشل كبدي وكلوي، وهي إحدى الحالات النادرة التي في حاجة ملحة للتدخل الجراحي العاجل. مسكوا حالتي، هل لازم تعمل عملية كبد وكلى مع بعض؟ كل الغيبوبة بيجيني كل 5 أيام، هتحشف في الرعاية. هما برضو خدموني وكانوا بيدخلوني الرعاية وبتاع، والحمد لله رضا. عملت العملية، قعدت دخلت الساعة 8، طلعت الساعة 1 بالليل. لا، الحاج احمد بقى كتير بعد العمليه. قبل العمليه ده كان تعبان خالص، انا كنت جايباه في تليف نهائي يعني، بس دكتور هاني سعيد يكفي شر المرض، ربنا يبارك له في صحته وفي عافيته، هو اللي انقذه يعني، هو اللي بقى يحاول ان هو قال لي خلصي لو في يوم انا هعمل لك العمليه، والحمد لله. عندي حاتم عنده 28 سنه، هو اللي اتبرع لابوه بالكبد، بسم الله ما شاء الله بقى كويس يعني الحمد لله. والتاني فارس برضو عنده 25 سنة والحمد لله اتبرع بالكلية دي الوالد. التدخلات الجراحية لزراعة الكبد والكلى تتم من خلال فريق طبي مدرب ومؤهل للقيام بتلك التدخلات الجراحية وفقا لمعايير الجودة العالمية، والذي قام بإجراء تلك الجراحة لأكثر من 16 ساعة كاملة والتي كللت بالنجاح. وصلنا دلوقتي ل7 حالات في الشهر، ثم بعد كده كمان انتقلنا لنوعيه الحالات، فابتدينا ندخل زراعه الاطفال، وبعد كده دخلنا في الحالات المتقدمه اللي هي زي الحاله اللي عندنا النهارده اللي هي زراعه كبد وكلى. هل زراعه كبد وكلى ما حصلتش قبل كده في مصر؟ لا، حصلت طبعا وحصلت كتير جدا، لكن اللي بيقول عليه هو نقل الخدمه بالجوده بالنتائج العالميه للمستشفيات الحكوميه المصريه. هو ده الانجاز اللي احنا فرحانين بيه دلوقتي ونقدر نقول احنا، لكن هي اوريدي اتعملت موجوده، والنتائج بتاعتها عكس ما الناس متخيله وعكس نتائج زراعه الكبد وكده، احيانا كتير بتكون افضل حتى من نتائج الكبد لوحده او الكلى لوحدها. والعمليه بتتعمل في نفس الوقت، ويعني هي اجراء سهل جدا، ما بتختلفش كتير عن اجراء الكبد فقط. بيكون فيها مشقه طبعا في ان انت بتلاقي 2 متبرعين، الواحد للكبد وواحد للكلى. ابتدينا نزرع الحمد لله زراعه كبد وكلى، الحمد لله بنسبه نجاح 100% الحمد لله. معانا المريض في الخلفيه معانا زارع كبد وكلى الحمد لله في خلال 5 أو 6 شهور اللي فاتوا، الحمد لله المريض بصحه جيده، بيتحرك عادي بعد ما كان على ما يقرب على غسيل الكلى قبل الزراعه، الحمد لله الحاله بصحه جيده، العلامات الحيويه كلها ممتازه، الضغط والسكر ممتازين الحمد لله، وظائف الكبد ممتازه الحمد لله، وظائف الكلى ممتازه، المريض الحمد لله ملتزم بالتعليمات، مواظب على ادويه المناعه بتاعته، وهو الحمد لله في اتم الصحه والعافيه. المتابعه بتاعته كانت متابعه دقيقه شويه لانه زرع عضوين، فمحتاج ان احنا نحافظ عليه من اي مشاكل ممكن تحصل، خصوصا مكافحه العدوى والحاجات دي، لان طبعا في الكلى بيبقى في نسبه رفض اكتر شويه من الكبد. كما تم اجراء جراحه نادره للفشل الكبدي اضافه الى جلطه بالوريد البابي، والتي تعد من الحالات النادره والتي قلما تجرى وتنجح تلك الجراحه. قبل العملية كانت بطني كبيرة، كنتش باكل أي حاجة، كان جسمي مورم خالص. بعد العملية بقى اتغيرت يعني، بطني ما بقاش فيه بطن، ما بقاش فيه كرش. العملية الحمد لله استريحت. نجاح التدخلات الجراحية الدقيقة بالمستشفيات المصرية كزراعة الكبد والكلى وفقا لمبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار يؤكد حرص الدولة المصرية على توفير خدمة علاجية مجودة للمواطن المصري أينما كان. محمد حلمي، التلفزيون المصري.